Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ya ayuhal netizen, wa ya ayuhal mustami'un al-kiram, في هذه المناسبة سنستمع إلى مقالة الشيخ عماد الدين البنتاني الذي يعرف في إندونيسيا بأنه أبطل نسب بعلوي كعائلة من العوائل المتصلة نسبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا من خلال ما سيذكره الشيخ إمام الدين في هذه المناسبة وهذه المحاضرة فإنه يحتج بعدة احتجاجات، وهو من خلال كتب الأنساب ومن خلال كتب التواريخ. فلم يذكر المؤرخون أن أحمد بن عيسى ولدا يسمى بعبيد الله. فها هنا يتساءل الشيخ عماد الدين البنتاني ثلاث تساؤلات أو ثلاث أسئلة. الأول منها: هل هاجر أحمد بن عيسى الرومي من البصرة إلى حضرموت من خلال كتب التواريخ منذ القرن الثالث إلى القرن الثامن الهجري؟ هذا أولا. وثانيا: وهل يوجد من كتب الأنساب وكتب التواريخ ذكر أو تلقيب أحمد بن عيسى الرومي بالمهاجر؟ فهل يذكره أحد من أصحاب التواريخ أو من النسابين بأن أحمد بن عيسى الرومي ملقب بالمهاجر؟ وثالثا: هل كان لأحمد بن عيسى الرومي ولد يسمى بعبيد الله في كتب التواريخ وكتب الأنساب؟ ثم انتقل الشيخ إماد الدين البنتاني بأنه اطلع على عدة نتائج DNA أو ما يسمى بفحص علم السلالات الذكرية الجينية، فإن نتائج عائلة بعالوي لم يكن أحد منهم وصل إلى نتيجة سلالة ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. فهيا نستمع إلى ما سيوضحه الشيخ إماد الدين البنتاني في هذا أو في هذه المقالة. تفضل. أيها المشاهدون الكرام، أتمنى أن تكونوا دائما بخير ومليئين بالبركات وتيسر لكم كل أموركم. أنا عماد الدين عثمان البنتاني، سأقدم لكم في هذا اللقاء موضوعا عن نسب بعلوي في تريم حضرموت اليمن. بعلوي قوم في اليمن من ذرية علوي ابن عبيد الله وإليه ينتسبون. زعموا أن علوي هذا من الأسرار ونسبه عندهم علوي بن عبيد الله ابن أحمد ابن عيسى ابن محمد بن علي الوريدي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن حسين بن فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول. وهذا نسب باطل غير صحيح، لأن أحمد بن عيسى ليس له ولد اسمه عبيد الله. أحمد بن عيسى عاش في القرن الرابع، توفي سنة 345 من الهجرة النبوية. لا يذكر النسابون والمؤرخون في كتبهم القريبة من زمان أحمد بن عيسى أن له ابنا اسمه عبيد الله.
في القرن الخامس مثلا كانت ثلاثة كتب ألفت التي تذكر أحمد ابن عيسى وأولاده، ولكن كلها لا يذكر بأن لأحمد ابن عيسى ابنا اسمه عبيد الله. الأول كتاب تهذيب الأنساب ونهاية الألقاب للعبيدلي الذي توفي بسنة 437 من الهجرة النبوية. الثاني كتاب المجد في أنساب الطالبين للنجم علي بن محمد العمري الذي توفي سنة 490 من الهجرة النبوية. الثالث كتاب منتقلة الطالبية لأبي إسماعيل ابن إبراهيم بن ناصر بن طبطبة، توفي خلال القرن الرابع. هذه الكتب كلها يذكر أحمد ابن عيسى وأولاده، ولكن لا يذكر أن له ابنا اسمه عبيد الله. كتاب أبناء الإمام بمصر والشام الحسن والحسين لأبي المعمر يحيى ابن طبطبة الذي توفي في سنة 478، المتبوع بتحقيق يوسف بن عبد الله جمل الليل بعلوي، لا يحتج به لأنه اختلط فيه ما بين قول المؤلف وبين قول المعلق والمحقق، فهو مطبوع مدرج مدلس وهو إلى الكذب أقرب. لقد اعترف يوسف جمل الليل بأن فيه تشجيرات من عنده وزيادات في عمود النسب من المعلقين كأبي الصدق الحلبي وأبي العون السفاراين ومحمد نصر المقدسي، فمن نصر نسب بعلو بهذا المطبوع رجع من حيث جاء. ثم في القرن السادس الإمام الفخر الرازي الذي توفي في سنة 606 من الهجرة النبوية ألف كتابا في النسب اسمه الشجرة المباركة، يقطع فيه أن أولاد أحمد إنما من ثلاثة بنين، وهو محمد بالري وعلي بالرملة وحسين بنيسابور، وليس له ابن اسمه عبيد الله، ولا يذكر أن أحمد هاجر إلى حضرمت ولا أن أحد أبنائه يسكن فيها. وأتى الفخر الرازي بالجملة الإسمية وعقبه من ثلاثة بنين، وهذا عند النسابين يفيد الحصر بخلاف ما إذا أتى بالجملة الفعلية عقب ثلاثا أو أولد ثلاثا، فالمعنى عندهم يمكن أن يكون له ولد سوى ما ذكر. قال شيخ النسابة مهدي رجائي في كتابه المعقبون، ومن ذلك إذا قال عقبه من فلان أو العقب من فلان فإنه يدل على أن عقبه منحصر فيه. فالباب مسدود لدخول اسم آخر لأسماء أبناء أحمد ابن عيسى سوى هؤلاء الثلاثة. ثم في القرن السابع كان كتاب الفخري في أنساب الطالبيين لعزيز الدين أبي طالب إسماعيل بن حسين المروزي الذي توفي سنة 614 من الهجرة النبوية، لا يذكر أيضا أن لأحمد ابن عيسى ابنا اسمه عبيد الله. ثم في القرن الثامن كان كتاب الأصيل، كان كتاب الأصيلي في أنساب الطالبيين لسيد الطقطقي، كذلك لا يذكر أن لأحمد ابن عيسى ابنا اسمه عبيد الله. وكذلك كان كتاب في القرن الثامن اسمه الثبت المصان لابن الأعرج الحسيني الذي توفي بسنة 787 من الهجرة النبوية، لا يذكر أن لأحمد ابن عيسى ابنا اسمه عبيد الله. ثم في القرن التاسع كان كتاب عمدة الطالب لابن عنبة الذي توفي في سنة 828 من الهجرة النبوية، لا يذكر كذلك أن لأحمد ابن عيسى ابنا اسمه عبيد الله. فأول من ذكر نسب عبيد الله ابنا لأحمد ابن عيسى هو علي بن أبي بكر السقران
min a'ilati ba'alawi anfusihim fi kitabihi al-burqa al-musyiqah mukhalifan li jami'i kutubil ansab allati qablaha wa jami'ul kutubil allati ulifat ba'dal qarni tasih tadkuru nasab ba'alawi tarji'u kulluha ila kitab al-burqa al-musyiqah li Abi Bakar as-Sakrat. Fa'ubaidullah laysa ibnan li Ahmad li'adami dhikrihi fi kutubil ansab al-mu'asirah awil qariba bizamani Ahmad ibn Isa walinasin syarihin qati'in minan nasabah al-fakhri al-razi fi awalil qarni sabi' bi'anna Ahmad la yakunu lahu aqibun illa min salasati banin Muhammad wa Ali wa Husayn. وما ذكر من غير هؤلاء الثلاثة بعد الشجرة المباركة دخيل دعي لا يصح. فالحاصل أيها المشاهدون الكرام أن بعلوي ليس من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند علم النسب، وكذلك حاصل DNA من عائلة بعلوي يدل على أنهم ليسوا من العرب. فهقل جروب بعلوي جي golden walhalu anna haqqu grup Rasulullah ji juni wa idha kana ba'alawi abau ayakbalu hadihi al-qadiyah fas'al lahum salasa as'ila al-awwal hal kana kitabun wahidun bayna al-qarni al-rabi' ila al-qarni al-samin yadkuru anna Ahmad ibn Isa hajara min al-basrati ila hadramaut la yakun al-thani hal kana kitabun wahidun من كتاب النسب والتاريخ يذكر أن أحمد بن عيسى يلقب بالمهاجر لا يكون الثالث هل كان كتاب واحد من كتاب التاريخ والأنساب يذكر أن لأحمد بن عيسى ابنا اسمه عبيد الله هذا كلها من القرن الرابع إلى القرن التاسع لا يكون أنا أعيد هذه الأسئلة السؤال الأول هل كان كتاب واحد بين القرن الرابع إلى القرن الثامن يذكر أن أحمد بن عيسى هاجر من البصرة إلى حضرموت الثاني هل كان كتاب واحد بين القرن الرابع إلى القرن الثامن يذكر أن أحمد بن عيسى يلقب بالمهاجر والثالث هل كان كتاب واحد بين القرن الرابع إلى قرن الثامن يذكر أن لأحمد ابن عيسى ابنا اسمه عبيد الله. فالحاضرون وأيها المشاهدون الكرام، فهذه هي المحاضرة أو المقالة التي ألقاها الشاهي مال الدين البنتني الذي يقطع بأن بعلوي ليس أو ليس من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن نلخص ما ألقاه الشاهي مال الدين البنتني في هذا الفيديو، وهو يحتج بكتب الأنساب ويحتج بكتب التواريخ ويحتج بDNA وعلم السلالات الذكرية الجينية. فإن بهذه الثلاثة الاحتجاجات لم يثبت أحد منها أن بعلوي يصح أن يكون من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن أزيد وأن نضيف إليه أو إلى ما ألقاه الشيخ مجد الدين البنتني بما ذكره صاحب كتاب السادة العلوي العريديون الحسينيون في صفحة 119 بقوله نقلا عن السيد حمز محمد حمزه بن علي الكتاني الإدريسي الحسني بقوله واعلم ان عدم ذكر نسب او فخذ في كتاب لا يقضي بعدم وجوده ولو بجزم صاحب الكتاب إلا إذا عدم وجوده عند الكتب المعتمدة الأخرى في الفن.
ويمكن أن نضيف إليه أيضا ما ذكره خليل بن إبراهيم العلياوي الدليمي الزبيدي في كتابه مقدمات في علم الأنساب، بما ذكره في صفحة 62 بأن الأصل العلمي القائل عدم الوجدان لا يعني العدم، فإنهم اشترطوا لثبوت ذلك النسب العمل بالقرائن واعتماد الرقى التي لديهم مع الشهرة. فهذه هي الشروط التي يجب أن تتوفر في إثبات نسب بعلوي ولم يوجد أحد من هذه النصوص أو من أي احتجاجات أخرى التي تمكن أن نقول بأن نسب بعلوي صحيح. فهذا هو ما يمكنني أن ألقيه لديكم، فشكرا موصول لكم جميعا. العفو منكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.